السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد من سلسلة الدروس حل مشكلة أرتيكل. درسنا اليوم راح تكون عن نهاية O N K. طبعا كلنا بنعرف أنه هالنهاية تأخذ أرتيكل D. طبعا هالكلمات كتيرة وأغلبية هالأفعال هالكلمات تنشق من الأفعال يعني. راح نأخذ أهمهم، طبعا هي كتيرة، هناخد أهم 75 وحدة. دي سايتونج، دي سايتونج يعني جريدة أو صحيفة. دي زيت سونج، دي زيت سونج يعني اجتماع أو مجلس أو جلسة. دي بيلدونج، دي بيلدونج يعني تشكيل أو تعليم. دي اوبرفايزون، دي اوبرفايزون يعني إحالة أو تحويل. دي أوردنون، دي أوردنون يعني ترتيب نظام، يعني جاي من فعل أوردن يرتب أو نظم. دي أنميلدون، دي أنميلدون يعني تسجيل، جاي من فعل أنميلدين. دي بروفون، دي بروفون يعني امتحان أو فحص، جاي من فعل بروفين. دي بوخونج، دي بوخونج يعني حجزة. دي فيزيشاغونج، دي فيزيشاغونج يعني ضمان تأمين. دي إيرفاغونج، دي إيرفاغونج يعني تجربة أو خبرة. دي بيتسيونج، دي بيتسيونج يعني صلة أو علاقة. دي إيرفاسونج، دي إيرفاسونج يعني فهمة، فهم إدراك. دي كلايدونج، دي كلايدونج يعني ملابس أو ملبس. دي أوسبيلدونج، دي أوسبيلدونج يعني تدريب تعليمي. دي أم شلونك، دي أم شلونك، دي أم شلونك يعني إعادة التدريب أو تدريب يعني لتغيير مجال العمل. دي هايتسونج، دي هايتسونج يعني تدفئة أو سخانة هاي بالحيط كهربائية. دي أوباباشونج، دي أوباباشونج يعني مفاجأة. دي فونونج، دي فونونج يعني شقة. دي بيهاندلونج، دي بيهاندلونج يعني معاملة أو علاج. دي هايلونج، دي هايلونج يعني شفاء. دي شايدونج، دي شايدونج يعني طلاق. دي إيركيلتونج، دي إيركيلتونج يعني زكام أو برد. دي هوفنونج، دي هوفنونج يعني أمل. دي كويتونج، دي كويتونج يعني استلام أو إيصال. دي أن إيركينونج، دي أن إيركينونج يعني اعتراف. دي بيفيغونج، دي بيفيغونج يعني تحرك يعني حركة. دي بيفيربونج، دي بيفيربونج يعني طلب تقدم لوظيفة. دي بيفيرتونج، دي بيفيرتونج يعني تصنيف تقييم. دي ماينونج، دي ماينونج يعني رأي وجهة نظر. دي أختونج، دي أختونج كلمة كتير مهمة وقت مثلا تركب العنصر السيارات أي شغلة يقولك أختونج يعني انتباه. دي آنونج، دي آنونج يعني فكرة أو معرفة، مثلا بقولك كايني آنونج يعني ما عندي فكرة أو ما عندي معرفة. دي ريشنونج، دي ريشنونج يعني حساب أو فاتورة. دي كويتسونج، دي كويتسونج يعني تقاطع تبع الشوارع.
تمام. دي ريزافيرونج، دي ريزافيرونج يعني حجزة، دي اينلادونج، دي اينلادونج يعني دعوة، دي بيسارونج، دي بيسارونج. طبعا قلنا غالبية هالكلمات جاية من الأفعال يعني، هي يعني زيش فير بيسا غن. المهم دي بيسارونج تحسن، هو مكتوب مرتين دي، دي لوزونج، دي لوزونج يعني حل أو حلول، جاي من فعل لوزم، قلنا دي لوزم. دي فيربونج، دي فيربونج يعني إعلان دعاية، دي فورشتيلونج، دي فورشتيلونج يعني تعريف أو تقديم، صباح بده يعرف عن حاله يعني، دي فورشتيلونج. دي لايستونج، دي لايستونج يعني إنجاز أو قدرة، دي شبونك، دي شبونك يعني قفزة، دي إرفيندونك، دي إرفيندونك يعني اختراع، دي شتيمون، دي شتيمون يعني حالة نفسية أو مزاج، دي شتيمون. دي بهندونج، دي بهندون يعني إعاقة أو عرقلة، دي بيغوندون، دي بيغوندون يعني تعليل أو تبرير، دي أوبون، دي أوبون يعني تمرين أو تدريب، دي بشغايبون، دي بشغايبون يعني وصفة وصف، دي إير فيرمونج، دي فيرمو يعني ارتفاع درجة حرارة أو تدفئة، دي فيفيربونج، دي فيفيربونج يعني تغيير اللون، دي انت شولدي جونج، دي انت شولدي جونج يعني الاعتذار، دي كلمة مهمة. دي لادونج، دي لادونج يعني حمولة أو شحنة أو أبوة، دي أتمونج، دي أتمون جاي من فعل أتمن، دي أتمون تنفس، دي إيرونج، دي إيرونج جاي من فعل إيرن، دي إيرونج يعني احترام أو تكريم، دي إيرينارونج، دي إيرينارونج يعني ذكرى أو تذكار، دي فوربيغايتونج، دي فوربيغايتونج يعني استعداد أو تحضير أو إعداد، دي بشتيتيغونج، دي بشتيتيغونج يعني تصديق أو إقرار أو تأكيد، دي بشاينيغونج، دي بشاينيغونج يعني الشهادة، دي زندونج، دي زندونج يعني كمية أو طرد أو إرسال، تمام إرسال يعني نفس ترسل رسالة هيك. دي فيرباكونج، دي فيرباكونج يعني تعبئة أو تغليف، دي أبشيبون، دي أبشيبون يعني ترحيل، دي بأنشتاندونج، دي بأنشتاندونج يعني شكوى، دي بفورموندونج، دي بفورموندونج يعني وصاية تبع القانون يعني متعلق بالقانون، دي دغيهون، دي دغيهون يعني دوران، دي هيلفشتيلونج، دي هيلفشتيلونج يعني تقديم مساعدة، دي زوندارون، دي زوندارون يعني تمييز، دي بيدينون، دي بيدينون يعني خدمة، دي فيرفاسونج، دي فيرفاسونج يعني حالة أو دستور، دي بيغاتونج، دي بيغاتونج يعني استشارة أو مشورة،
دي زاملونج، دي زاملونج يعني تشكيلة أو مجموعة. دي زايشنونج، دي زايشنونج يعني رسمة. دي إيرهولونج، دي إيرهولونج يعني استجمام، راحة، انتعاش. دي شتوتسونج، دي شتوتسونج يعني تدعيم، تدعيم. دي بيزيش دي جونج، دي بيزيش تي جونج يعني معاينة أو تفقد. دي أونترهالتونج، دي أونترهالتونج يعني حوار، محادثة، ترفيه. دي بيشبغشون، دي بيشبغشون يعني اجتماع، مناقشة. وكنكون خلصنا هالدرس، أتمنى أنكم تستفيدوا منها وتقولوها على دفتركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.